صباح الخير. ويك اند النهارده خميس، فانا هاخدكم معايا خميس جمعه سبت عشان تعرفوا انا بعمل ايه في الويك اند عامه. تعال بقى كده نشوف ازاي ان انا بقضي الويك اند. النهارده يوم الخميس وانا عندي فعلا مشكله كبيره جدا في الويك اند، هو ان دايما انا ببقى مظبطه حاجه او قايله ان انا اعمل حاجه. انا حتى بجد قبل ما اعمل الفيديو ده كنت مظبطه ان الويك اند هيمشي بشكل معين، وبعدين كل حاجه تتدمر. لازم يطلع، عارفين، يطلع حاجه كده from nowhere، من عمرك ما كنت تتخيل هي بجد كانت جايه منين، وتقوم تطلع لك في النص تبوظ لك كل الخطط اللي انت كنت مظبط لها. وده النهارده. النهارده خرجت الصبح الساعه 8 الصبح مع صحابي. يعني عمركم شفتوا ناس بيخرجوا الصبح بدري كده؟ نزلنا نفطر مع بعض. ادونا يا بنتي بس ارحميني. طيب هنفطري ايه؟ جيت السبت اللي بعتيه قلت لك استنى انت طياره نكمل بقى. قلت انا ماشي بس هو خلاص. دلوقتي يا جماعه احنا هنتكلم معاكم في موضوع مهم انا واصحابي. ايه هو؟ ما لسه ما نعرفش بس هنتكلم في موضوع. بس احنا بنفكر ان احنا نتكلم في موضوع. عرفنا نتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن كل اللي فات. نتكلم عن صحاب صحاب المدرسه، ان هم اهم حاجه هتلاقوها في حياتك. ودلوقتي رجعت، وبعدين المفروض ان انا نازله كمان شويه عشان نروح اوصل اختي، خارجه هي بقى بالليل مع صحابها، وبعدين اقوم انا اتصرف في الكام ساعه اللي هم هيبقوا باقيين دول، الف انا وماما في اي حته ولا نروح نقعد في اي مكان. المفروض ان انا كنت مظبطه والبلان بتاعي ان انا كنت هذاكر خميس وسبت، الجمعه هيبقى اجازه، بس كده الدنيا اتلخبطت. وبما ان النهارده اليوم كله تقريبا اتضرب كده، انا هذاكر جمعه وسبت والخميس هو اللي يبقى اجازه. طب انتوا هتسالوني عن ايه اكتر حاجه انا مبسوطه ان هي عندي؟ هو ان انا ما عنديش نظام ان انا بجلد نفسي. يعني ايه بجلد نفسي؟ ان انا اكون مرنه شويه. زي ما بقول لكم المفروض ان انا كنت النهارده هذاكر، بس حصل ظروف وانا اتبسطت الحمد لله وانا مع صحابي وكل ده. ولكن المهم ان انت تبقى عندك مرونه. انت ما ذاكرتش النهارده، يبقى خلاص بقى خلي الدنيا مرنه عندك، خلاص بكره يبقى هنصحى من بدري الصبح نذاكر قوي. مش عشان احنا اليوم ضاع يبقى خلاص الويك اند ضاع وتقوم تضيع الاسبوع كامل. لا خلاص انا ضيعت النهارده يبقى هنبدا من بكره على طول. زي نفس الحكايه مثلا ولد بيشرب سجاير بس هو بيصلي، ما يجيش يقوم يجلد نفسه انا اصلا وحش، انا اصلا بشرب سجاير، انا اصلا بعمل وبعمل وبعمل، ويقعد يشوف نفسه ان هو وحش في كل حاجه فيقوم يبوظ الباقي. لا، ما تخليش الحاجه اللي انت عملتها غلط مره واحده تقوم تبوظ الحاجات اللي وراك. فانا يعني عشان كده مش هضحك عليكم، اتضايقت في الاول عشان كنت عامله حسابي ان انا هذاكر النهارده بس اليوم باظ يعني. وان شاء الله هنصحى بكره باذن الله يوم الجمعه، نصحى من بدري ونذاكر. انا وماما جينا كايرو فيستيفال، وصلنا اختي وجينا كايرو فيستيفال، المكان اللي ماليش غيره يعني، انا خلاص زهقت منه اتخنقت. انا عايزه انام على اخري، الساعه دلوقتي 7:30 وانا مش قادره. انا صاحيه تقريبا من الساعه 6:30 الصبح، ففعلا على اخري مش قادره، عايزه انام تماما. وكمان طول اليوم بره تقريبا، فخلاص يعني ميعاد نومي جه. يا جماعه بصوا الشنطه دي عجباني قوي، انا بفكر اجيبها. بس انا مش هقول لكم انا هجيبها ولا لا، بس انتوا قولوا لي ايه رايكم فيها وانا بقول لكم بعد كده انا جبتها ولا في اخر الفيديو ده خالص. اقول لكم نصيحه كل مره بقولها، محدش يجي كايرو فيستيفال يوم الخميس خالص. لو حد فيكم توقع وجسد فعلا ان انا هجيب الشنطه يبقى انت عارفني صحي جدا، مقدرتش اقاومها بصراحه جبتها. اشوفكم بقى بكره على طول، بكره بيجي بسرعه جدا بالنسبه لكم. 1 2 3. صباح الخير، يوم الجمعه النهارده. عايزه اقول لكم ان انا صاحيه من الساعه 8 الصبح، زي ما انتم شفتوا ان امبارح ضاع كله مني، قلت اصحى من الصبح بدري وعشان كمان شويه نازله. فاللي انا عملته هو ان انا قعدت اذاكر لحد ما انزل. بالنسبه للمذاكره فدايما بقوم اكتب التودو ليست او الحاجات اللي المفروض ان انا اذاكرها. الحاجات دي بتكون هي كل الحاجات اللي انا اخدتها خلال الاسبوع اللي فات، وهقوم بقى اذاكرها النهارده تاني بس ايه بتركيز كده شويه اكتر. التودو ليست دي بتساعدني ان الحاجه تكون واضحه قدامي والصوره واضحه قدامي، واشوف بالظبط انا اصلا ورايا ايه ومفروض اخلص ايه، وازاي هقسم الدنيا قدامي، ايه اللي هعمله يوم الخميس وايه اللي هعمله يوم الجمعه وايه اللي هعمله يوم السبت. فانا لما عملت الدنيا التودو ليست والحاجات اللي المفروض ان انا اخلصها، عرفت ان كمان كل حاجه تقريبا هتاخد مني وقت قد ايه. الحمد لله ان انا صحيت من الصبح بدري، خلصت تقريبا كل المذاكره اللي كنت المفروض اخلصها يوم الجمعه، بس برضو لما هنزل وارجع المفروض ان انا هقوم لسه ارجع اكمل حاجات من المذاكره شويه. دلوقتي نازله اختي عندها درس فهوصلها الدرس، وبعدين اعمل شويه مشاوير واشتري شويه حاجات واطبع حاجات للبروجكت، فاكرين اللي كنت قايله لكم عن ليه بتاع المضادات الحيويه وكام حاجه كده، وبعد كده اروح تاني واكمل مذاكره. احنا بقينا صيف ولا ايه؟ الجو حر قوي. ده البروجكت بتاعي اللي كنت بقول لكم عن المضاد الحيوية، جيت المكتبة عشان اطبعه.
طبعا اول واحده خلصت اخيرا يا جماعه البروجكت ده، انا كنت حامله همه، بس هوريكم الحاجات دي لما اروح عشان تستفيدوا يعني من المعلومات. ندخل نصلي العصر. عارفين انا دايما اخد الجزمه بتاعتي معايا وانا بصلي. بعدين بصوا يعني عدم النظافه في الجامع، انتوا متخيلين بجد ان ده جامع، ده بيت ربنا. المهم يعني انا باخد دايما الجزمه واحطها قدامي وانا بصلي عشان متعقده. بابا كانت دايما الجزم بتاعته تتسرق في الجامع، فانا بقيت عندي عقده، بقيت دايما وانا داخله اي جامع اخد الجزمه في ايدي. جبت سندوتشات شيش طاووق من محل سوري موجود في الرحاب اسمه زين الشام. طيب انا روحت ودلوقتي البروجكت اللي كنت بقول لكم عليه عن المضادات الحيويه اهو. خد بقى اللي انا اعمله دلوقتي هو ان انا جبت المقص وهقص الدواريتين دول، ومفروض ان دي حاجه هتكون كده ايه بتلف يعني. بصراحه انا مش فاهمه قوي، بس انا عملت يعني دوري اهو. عارفين ان يا جماعه المضادات الحيويه يعني كتر استخدامها ممكن يقوم يؤدي ان هي تفقد الفعاليه بتاعتها، يعني ما تستخدموش المضادات الحيوي عمال على بطال كده. المضاد الحيوي بيعمل على القضاء على الامراض التي تسببها البكتيريا فقط، يعني ما ينفعش فيروس لما يجي لك، عارف فيروس اللي هو البرد ده فيروس. المضاد الحيوي دايما الناس اول ما زورها يوجعها وبطنها توجعها شويه، واذا انا مش قادره انا تعبانه وسخنت، المهم ياخد مضاد حيوي دوت مش هيقوم ياثر على البرد ده خالص، يعني عشان ده فيروس والمضاد الحيوي بيعمل ضد البكتيريا. طب امال ليه قلق بنخف لما احنا بناخد مضاد حيوي؟ يعني طبعا انا عارفه ان انتم ممكن تبقوا عارفين، عشان انت كده كده مثلا كمان 3 ايام اصلا هتخف، جسمك هيعمل الشغل اللي هو بيعمله. فانت اديت لنفسك مضاد حيوي، انت افتكرت ان انت بعد ال3 ايام دول ان انت خفيت، ولكن في الحقيقه انت ما خفتش ولا حاجه بسبب المضاد الحيوي. انت خفيت عشان جسمك انت اديته الوقت الكافي اللي هو بتاع الريكفري والهيلينج اللي هو عمله لنفسه بس كده. فما تستخدموش اي نوع مضاد حيوي عمال على بطال. وهو ده الهدف الاساسي من البروجكت ده، ان احنا نشارك معلومات وان احنا نعمل توعيه. عملت نفسي هوت شوكليت وهدخل انام. اشوفكم بقى على طول بكره، وبكره ده بيجي لكم بسرعه جدا. صباح الخير. النهارده يوم السبت، ويوم السبت بالنسبه لي بيبقى متقسم لجزئين. اول جزء كالعاده ان انا برضو بقعد اذاكر. انا تقريبا صاحيه من الساعه 9 النهارده، قعدت اذاكر لحد دلوقتي الساعه 3، بفضل اذاكر اذاكر اذاكر. وعشان هو ده تقريبا اليوم اللي بيبقى عارفين من اوله لاخره يعتبر مذاكره، قعدت ارسم دي عشان المفروض ان احنا هنسلمها بكره باذن الله، ولا لا هنسلمها يوم الاثنين. بس انا طالما لقيت نفسي النهارده برضو عندي وقت فاضي خلصت من المذاكره اللي عليا فخلصتها، المفروض ان انا ارسم دي زي دي. رأيكوا ايه؟ فنانة يا ألاء. بعد مرور تقريبا ساعتين عشان بعمل ريسيرش خلصت الحمد لله. الحمد لله. عارفين يا جماعة ساعات لما الدنيا تظلم عليا وابقى منهمكة جدا في المذاكرة والدراسة، بصوا النور بيبقى مقفول وبس الإضاءة بتاعت المكتب، وعايز اقول لكم ان انا بكون مركزة كويس جدا جدا لما عارفين يبقى زي سنجل سبوت لايت على اللي انا بعمله. فالحمد لله يعني انجزت. المفروض ده كان هياخد مني وقت اطول من كده، بس الحمد لله خلصته على طول. بالنسبة بقى لتاني جزء في يوم السبت انا بعمل فيه ايه، هو ان انا ممكن تقولوا كده بستعد بقى للاسبوع اللي جاي نفسيا حتى على الاقل. التمرين ساعة الماراثون وانا ما اتمرنتش خالص، وبعدين بصراحه عشان تقريبا كان بقالي 3 شهور بتمرن جري وبتاع فتعبت من الجري. كل بقى دلوقتي اللي انا عايزه اركز عليه الفتره اللي جايه، خصوصا ان انا مش كويسه خالص فيها، هو الويت ليفتنج وشيل الحديد والريزيستنس تريننج والحاجات دي كلها. فيلا النهارده بقى اول يوم ان شاء الله. بعد بقى ما اتمرنت بقوم استعده عشان نبدا الاسبوع حلو كده وفريش. ببدا بقى ان انا اهتم بنفسي شويه، اعمل زي ماسكات في وشي وارطب بشرتي عشان عارفين تستعد للاسبوع. عشان انا كنت بصراحه كمان قايله وعامله الريزولوشن بتاعت السنه الجديده ان انا اهتم اكتر ببشرتي عشان بكسل وساعات بنسى. قمت قلت خلاص بصي بدل بقى ان هو هعمل يوميا ده بصراحه لحد ما ابدا ان انا اعود نفسي على اليومي، بعمل اسبوعيا اللي هو يوم السبت بعد لما اتمرن. كان في بنت مصريه اسمها منى كانت بعتالي شويه حاجات، هي عندها سكين كير برودكتس اسمها اللاين بتاعها اسمه روح ناتشرال سكين كير، وهي بصراحه جميله جدا. الحاجه اللي هي بعتها لي فعلا حلوه قوي. انا بقالي فتره طويله دلوقتي حوالي شهر او شهرين بستخدمها، فكل المنتجات اللي انا هقولها لكم دي من عندها، وهتلاقوها موجوده في الديسكربشن بوكس تحت اللينكس بتاعتها واسعارها مناسبه جدا. فلو حابين ان انتم تطلبوا منها هتلاقوا كل حاجه موجوده في الديسكربشن بوكس تحت. اول حاجه بعملها هو ان انا قبل ما ادخل استحمى بستخدم الفيس كلينزر او اللي هو منظف البشره، وبعد كده
ادخل استحمى ويقوم يتشال بقى من على وشي تماما. بعدين بقوم ان انا استخدم الشاركول ماسك اللي هو بالفحم على منطقه مناخيري، انا عشان بشرتي حساسه شويه فما بقدرش استخدمه على وشي كله، بيقوم يطلع لي حبوب، فبس بستخدمه على منطقه مناخيري عشان يقوم يطلع اللي عارفين اللي هي الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء واي شوايب كده موجوده في البشره تقوم تتشال تماما من على منطقه المناخير، وبصراحه بتقوم تفرق معايا تماما، بلاقي وشي بعد كده نور. في الفتره اللي بكون مستنيه الماسك اللي على مناخيري ينشف بقوم اقص ضوافري بقى بصراحه، عشان انا مش بحب الضوافر الطويله وبحس ان هي انضف. ويا جماعه في اختراع اسمه قصافه، يعني ولاد وبنات قبل ما الولاد يعدوا الحته دي، يعني حتى لو انت ولد اعمل قص ضوافرك لو سمحت اول اسبوع. وبعدين بقوم بعد لما بخلص بقى واغسل وشي وبقوم ارطبه بكريم تقريبا معمول مش عارفه هو بايه بالظبط، سيرم كده عندها وتقريبا بشجره الشاي حاجه كده، بيرطب البشره بطريقه تحفه. وبعدين بدخل انام وبس كده. كده انتوا كنتوا معايا خلال الويك اند كله. عايزه اقول لكم بس حاجه، ان الفيديو بتاع الاسبوع اللي جاي هيبقى حاجه من مطبخ الاء، فاستنوها عشان انا متحمسه له جدا جدا. يوم الثلاثاء اللي جاي باذن الله. ما تنسوش برضو تشوفوا الفيديو اللي هو انا كنت عاملاه بتاع ازاي بقضي بقى خلال الاسبوع كله وازاي بنظم وقت ما بين الدراسه وما بين اليوتيوب، هتلاقوه موجود هنا وموجود في الديسكريبشن بوكس تحت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب عشان فيديوز تانية كتير باذن الله. وبس كده ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي اللي هو يوم الثلاثاء. باي باي.